بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا في بلدة المهاب سعدت الآن أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام لي اسمه الكريم محسن بن سالم بن محسن المزيني. طبعا إن شاء الله انطلاقتنا صباحا الساعة 6:30 بإذن الله تعالى. رايح يكون إن شاء الله عدة فرق متواجدة في الساعة 6:30 إن شاء الله. سوف تنطلق من قرية المهاب وحتى قرية حيبي. طبعا أنا أوجه بنيابة عن فريق البريمي الخيري، وأتقدم بالشكر أيضا لفريق شافان لإتاحت لنا هذه الفرصة الجميلة، وهي 100 كيلو متر من ولاية صحم بطريق وادي حيبي، من ثم الانتقال إلى وادي شافان، المسافة 100 كيلو. وأشكر كل من ساهم في هذا البرنامج الطيب الجميل، إن شاء الله رايح يكون تراثي بإذن الله تعالى. رايح لكل مسافة 100 كيلو إن شاء الله. ما الهدف من الرحلة؟ نعم، ما الهدف من الرحلة؟ هدف من الرحلة طال عمرك لإحياء التراث، نعم، الآباء والأجداد. نعم جميل. فنحن لاحظنا جاي تتشرع بهذا الحيوان وكذا، هل هذا تستخدمه في الرحلة؟ نعم، التنقل به؟ نعم إن شاء الله، هذا بتكون أحياء تراثية جميلة محببة. إن شاء الله رايح يكون في قرية حيبي. نعم، قبل قرية حيبي إن شاء الله رايح يكون أدنى أطفال، نعم، عبارة عن ضعون وامرأة راحلين ندور الحية. نعم، بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بنحصل الحية في وادي شافان قرية العقلي، ورايحين نمرح هناك إن شاء الله ونحصل الحياة عندهم بإذن الله تعالى. الله يوفقك، نسأل الله لك التوفيق في رحلتك. طبعا نحن بنكون ضاعنين إن شاء الله باكر الصباح بإذن الله 6:30، راح يكون ضاعنين بإذن الله تعالى. رايحين يكون عدة من هنا من هذه البلدة؟ نعم، بنضعن من قرية المهاب، ومن ثم بنمرح أيضا في قرية حيبي، من ثم بنسري ليل، وإن شاء الله بنبيت في قرية الخضرة المكاتيم، من ثم ننتقل إلى وادي شافان إن شاء الله، وصولنا يوم الجمعة بالليل إن شاء الله. وفقك الله، صلى الله. أهلا وسهلا، وأتمنى لكم الصحة والعافية. آمين. آمين. كما أشكر أيضا دكتور عبد الله فيك للحضور من ولاية نزوة، شكرا له، وأتمنى لك الصحة والعافية، وإن شاء الله تكون رحلتنا ممتعة غدا. ويا هلا ويا مرحبا السعادة.